السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع سكيكدا لنقف على الأشغال نتاع التهيئة أو التجديد على مستوى المدينة هذه اللي عرفت في الآونة الأخيرة انطلاقة عدة مشاريع نتاع التهيئة على مستوى المدينة إذن نتاع سكيكدا. واليوم نقف على زيارة نتاع الولية نتاع مدينة سكيكدا على مستوى شارع الاستقلال اللي يعتبر واحد من أكبر الشوارع في مدينة سكيكدا، واللي الآن راه فيه عملية كبيرة واسعة لتجديد الشارع هذا وتحسين الواجهات يعني، وإن شاء الله يكون فيه العمل هذا تاع التطوير نتاع المحيط العمراني والاعتناء بالتراث المعماري نتاع المدينة تاع سكيكدا يبقى متواصل. وننقلها للسيدة هذه والية سكيكدا أن تستمر في هذا العمل، راهي في الطريق الصحيح، وإن شاء الله تولي سكيكدا مدينة جميلة جدا وللوشة في سماء الجزائر. والسلام عليكم. لا صور تديرها من هنا، ديرها الفوق كاع كيما راه مقاري هذا. داكور ديرها زوج دو فواتير ومن بعد نشوفو سي جامي نلقاو لومبوتياج بزاف نزيدو زوج دو فواتير. اوكي